يمكن للإنسان بنفسه جعل مؤشرات قيمته مرتفعة دائما في بورصة المعاملات والتداولات الإنسانية. مساء الخير، مرحبا. احتمالات سلوك الظاهرة الإنسانية لا حصر لها، وهذا راجع لنسبية الإنسان نظرا لعدة متغيرات عقلية فكرية ونفسية، باعتباره فردا مستقلا بذاته، والأهم اجتماعية باعتباره فردا في جماعة، مما يؤدي لتبلور الشخصية الغير متكررة تماما كبصمة الأصابع. وبالرغم من عدم الثبات الذي تعيشه الذات البشرية، إلا أنه يمكننا تقويم السلوك وفقا لعدة قيم ومبادئ وأخلاق وتربية في الغالب مكتسبة من الوسط الخارجي، لا بل حتى الوصول بها للقيمة المثلى ظاهريا وباطنيا. التقويم والتحسين المتواصل ولو بشكل ضئيل يشكل لنا معايير مضبوطة تسطر كل شيء في سلوكاتنا، حركاتنا وسكناتنا، كلماتنا، لا بل حتى نبرة صوتنا أثناء الحديث، وكذا نظراتنا لمن نحادثه أو لمن نستمع لحديثه. ليس هذا فقط، بل حتى طريقة مشينا في الشارع باحترام، كل هذا وذاك يدخل في إطار ما يسمى اللباقة واللياقة المعنوية، وهذه الأخيرة تكون ظاهرة للآخرين، ومن خلالها سيتشكل ذلك الانطباع عنا في أذهانهم. هذا على غرار اللياقة البدنية التي بدورها تعد معيارا من معايير الجودة عند الشخص بالنسبة للآخر. قد تنخفض وقد ترتفع حسب المتغيرات المتحكمة في تبلور شخصيته، كالتربية، الأخلاق، القيم السامية، آراؤه في المواضيع المؤثرة، توجهاته فكرية كانت أو ثقافية، حتى انتماؤه الديني والمذهبي. كل ذلك سيبني تلك القيمة وسيشكل مؤشراتها. وبالرجوع لمعايير جودة الذات البشرية، سيمكن الحكم على القيمة من خلال نفس المؤشرات. عندما نتطرق لقيمة الإنسان، سنجد أنفسنا نقف وجها لوجه مع شخصيته بشكل خاص، لأن هذه الأخيرة شاملة لكل ما يعني ذلك الشخص. وعندما نقول شخصية، فنعني بذلك كل ما يظهر وما لا يظهر لنا من الشخص حسيا ومعنويا، أسلوب وطريقة. فالوحدة البنائية لقيمة الشخص هي نفسها الوحدة البنائية لشخصيته، على الأقل حسب رأيي الخاص. يمكن للإنسان بنفسه جعل مؤشرات قيمته مرتفعة دائما في بورصة المعاملات والتداولات الإنسانية، على غرار التركيز على تحسين الجزء ليسهل تحسين الكل بتطبيق مبدأ التدرج. والمعروف أن الإنجازات الصغيرة تحفز للشروع في الإنجاز الأكبر منها. أحيانا بعض التفاصيل الصغيرة تظهر لنا من الشخص عندما نراها يتجلى لنا ما هو أكبر منها بشكل غير إرادي، مما يجعلنا نشكل حكما مبدئيا عن ذلك الشخص. ربما نكون على صواب، لأن الإحساس البشري وخصوصا ذلك النابع من القلب غالبا ما يكون صحيحا، وربما نكون على خطأ. هنا قد تخدعنا المؤشرات في الحكم على القيمة، حينها لابد لنا من معطيات أكثر لتصويب الحكم، كالاحتكاك بالشخص عن طريق حوار مباشر. معايير جودة الذات تختلف من مجتمع لآخر، هذا لأن العادات والتقاليد تختلف، وكذا التربية وطرقها وأساليبها تختلف بين المجتمعات، مما يجعل الوحدات البنائية للشخصية والقيمة أيضا تختلف باختلاف المكتسبات والمواريث المعنوية وقدرة الشخص على الرفع من قيمته من عدمها. هذا من جهة. أما من جهة أخرى، حتى طرق الحكم على القيمة تختلف، مما يجعل الآراء ووجهات النظر تختلف. الاختلاف يسود كل شيء، لكن مهما كان لا تلغى القيمة لمجرد ذلك، فاختلاف الرأي لا يعني الخلاف، وهذا أحد معايير جودة الذات البشرية. إلى اللقاء.